السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زميلكم إبراهيم عبد السلام الفاضل من كلية الطب سنة ثالثة. راح نشرح اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة من الريسبيراتوري سيستم، لكن قبل ما نبدأ في الشرح بدنا نأخذ مقدمة تكون إن شاء الله لطيفة. بداية عندي هون الرئة والتشست كافيتي أو التشست وول. بدنا نقول في هذه المرحلة أنه إحنا عندنا هاي الرئة وهاي عندنا هون الفيزيرال باليورا وهون عندنا البرايتال باليورا. الفيزيرال باليورا مرتبطة مع التشست وول والفيزيرال باليورا ملتصقة مع الرئة. وبدنا نعرف أيضا أنه الرئة هي تميل إلى أنها تنكمش، تميل إلى أنها تنكمش، والتشست وول يميل إلى أنه expand يعني يمتد يتمدد. نريد أن نفهم ليش الرئة تريد أن تنكمش. نحن نعرف أنه أي بالون منفوخ من غير ربط سيميل إلى أنه ينكمش ويخرج الهواء منه، وهنا نجد أن الرئة منفوخة وغير مرتبطة يعني مفتوحة مع الهواء الخارجي فتميل إلى أنها تنكمش، والتشست وول يميل إلى أنه يتمدد، لأن في التشست وول تكون الإلياستيك فايبر كأنها سبرينج مضغوط، فلما تشيل إيدك مثلا على السبرينج المضغوط راح يميل إلى أنه يكبر يتمدد. طيب، وهون عندنا في بين الفيزيرال باليورا والبرايتال باليورا عندنا الانترا باليورال برشر. الانترا باليورال برشر ناتج على محاولة الرئة والتشست وول إلى أنهم ينفصلوا عن بعض، ولكن ما بينفصلوا عن بعض. ليش؟ لأنه الفيزيرال باليورا والبرايتال باليورا في بيناتهم ماء فلويد. هذا الفلويد بيعمل عمل كأنه في عندك تو جلاسز هيستولوجيك جلاسز من اللي هم الشريحات الهيستولوجية، وبيناتهم ماء، تحاول أن تفصلهما لكن لا ينفصلا بفعل وجود الماء. فهذا القوة يعني محاولة الرئة إلى أنها تنكمش والتشست وول إلى أنه يتمدد ينشئ عندي الانترا باليورال برشر. طيب، الآن سنذهب إلى محاضرتنا ونبدأ في شرحها، ونبدأ في الwork of breathing. الwork of breathing هو القوة أو الإنيرجي التي تحتاجها للتغلب على عدة قوة. ما هي؟ هي الwork to overcome elastic fibers أو elastic forces. نحتاج قوة لأنها تتغلب على الإلاستيك فورسز، وقوة لتتغلب على النون إلاستيك فورسز اللي هم الريزيستنس. الورك تو أوفركم إلاستيك فورسز وتمثل 70% هي قوة مطلوبة عشان expand the lung against the lung and chest elastic forces. 2/3 is due to tension and 1/3 is elastic fibers. احنا عشان نتنفس بدنا الهواء يدخل للرئة. عشان الهواء يدخل للرئة لازم يكون الانترا الفيولر براشر بيساوي صفر، بيكون اقل من الاتموسفيريك براشر، او انه الاتموسفيريك براشر يكون اعلى من الانترا الفيولر. واحنا بنعرف انه يكون الاتموسفيريك براشر اعلى من الانترا الفيولر هذا اشي مش فيسيولوجي، هذا باثولوجي ممكن ينعمل في المستشفيات فنتيليشن صناعيا يعني. لكن اللي بصير فيسيولوجيا طبيعي في الجسم هو انه الانترا الفيولر برشر بيقل. طيب، علشان اخلي الانترا الفيولر برشر يقل انا بحتاج اعمل اكسباند للتشست وول. فلما اعمل بدي اعمل اكسباند للتشست وول انا بدي استخدم عضلات الريبس وبدي استخدم عضلة الدايفرام، فهون أنا بحتاج قوة علشان يعمل expand للتشست وول، وبالتالي يقل البليورا البرشر راح يزيد. البليورا البرشر لما يزيد الانترا بليورا البرشر راح يعمل
هو معاكس للإلاستيك فورس تبعت الرئة أنها تنكمش، فهو راح يعمل توسيع للرئة وبالتالي الهواء راح يدخل ونتنفس. طبعا 2/3 من هاي الإلاستيك فورسز هو التنشن. التنشن هو عبارة عن إيش؟ إذا فرضنا أنه هاي هون الألفيولاي، في عندنا جزيئات ماء، جزيئات الماء هاي بترتبط في بعضها وبصير في زي كونتراكشن من خلال طبعا الهيدروجين بوند، فبصير تميل الرئة إلى أنها تنكمش، وهذا 2/3 يعني مهم جدا في هذه المرحلة. والشيء الثاني اللي هو الإلاستيك فايبرز، طبيعة الإلاستيك لما تميل إلى أنها تنكمش. طيب بعدين work to overcome non-elastic forces وهي تمثل 30% required to overcome dynamic forces. يعني إحنا وسعنا chest wall ودخل الهواء، لما يجي بده يدخل الهواء في عندنا fracture friction مقاومة الاحتكاك resistance، لازم الهواء أو لازم يعني إحنا to overcome it عشان الهواء يدخل إلى الرئتين، وتتمثل في نقطتين الـ viscosity of the lung and chest wall structures، والشيء الثاني الـ airway resistance اللي هو الـ fraction الـ friction عفوا اللي بصير في دخول الهواء في القصب الهوائية والشعيبات وإلى آخره. طيب بعدين بعد ذلك نأتي إلى مفهوم الكومبلينس. بالنسبة للكومبلينس، الكومبلينس هي distensibility stretchability، يعني is which with which the lung can expand، يعني سهولة الرئة إلى أنها تتمدد، سهولة الرئة إلى أنها تتمدد. وبرضو بعرفها أنه a change in lung volume per unit change in transpulmonary pressure. The transpulmonary pressure هو عبارة عن الفرق بين الانترا-alveolar pressure والبليورال pressure. فلما يزيد لما يدخل الهواء، طبعا الالفيولار بريشر مفروض يكون سالب واحد عشان يدخل الهواء، بيكون سالب واحد، البليورال بريشر راح يزيد، طبعا راح يزيد، خلينا نقول يوصل لمثلا سالب 7. فالالفيورا التشينج في الفوليوم، تشينج في الفوليوم تبع الرئه بيماثله تغير ايضا في الترانس بلمونري بريشر، وهذا اللي هو بيمثل التعريف اللي كاتبه الدكتور فيصل انه change in lung volume per unit change in transpulmonary pressure. طبعا وبحكي لك انه lung is 100 times more distensible than balloon، يعني تحتاج انت قوة 100 مرة علشان تنفخ بالون من انك تنفخ رئة، يعني distensibility او الكومبلينس ل الرئة هي أعلى من البالون العادي اللي بنفخه تبع الأطفال. The compliance is reduced by factors that produce resistance to distension. يعني مثل الفايبروسيز، مثلا إذا صار فايبروسيز عندك راح يصير صعب أنك تعمل expand للرئة، وهذا بقلل the compliance. ففي عوامل أخرى كثيرة، مثلا deficiency of the surfactant راح يجي معنا. طيب هون الكومبلينس بيقول لك هو is ability of the lung to stretch, it is the measure of lung distensibility or stretchability and is reciprocal to elastic specific compliance اللي الكومبلينس على ال FRC residual capacity function residual capacity to correct the differences in lung volume between child and adult. احنا في عندنا كومبلينس وفي عندنا specific compliance. الكومبلينس هي مصطلح بيعرف لك انه قدرة الشيء على انه يتمدد expand، لكن السبيسيفيك كومبلينس هو انه كل مادة في الحياة لها كومبلينس معين، والسبيسيفيك كومبلينس هي اللي بنستخدمها في التفريق بين او عشان نقارن يعني بين الاطفال والبالغين من ناحية مين افضل يعني. مثلا فإحنا ما بنقول طبعا في اختلاف بين الطفل، مثلا رئته أصغر، الكبير رئته أكبر إلى آخره، فإحنا بنحتاج أنه نقسم الكومبلينس على الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي عشان يعطيني رقم أقدر أقارن فيه الأدلت مع الأطفال. الأرقام هاي صراحة أنا مش عارف شو هذه،
وبعدين بنيجي لتحت بيقولك to inflate one balloon is easier than inflating two balloons inside each other. The two balloons are the lung and thorax. يعني بيقول لك انه انت مثلا لما تيجي بدي اقول لك لما تنفخ بالون عادي انفخه اسهل من انك تنفخ بالون وعليه ضغط، مثلا اني ماسك لك البالون من برا بيدي، ماسك يعني حاط البالون بين يدي ومانع من انه يتمدد واقول لك انفخه، طبعا هذا الاشي اصعب. فهذا هون الكلام بيشرحه اللي قلت لكم اياه. طيب بعدين عندك الإلاستيسيتي. الإلاستيسيتي هي tendency to return to initial size after distension. احنا نفخنا الرئة، دخل الهواء، لما نفخنا الرئة احنا مدينا الإلاستيك، تخيلها إلاستيك المطاطة هاي، مطينا الإلاستيك فايبر هاي، فالرئة راح تميل إلى أنها ترجع إلى وضعها الطبيعي بسبب هاي الإلاستيك. طيب الهاي كونتنت اوف الاستين بروتينز، مثلا اذا كانت اللنج فيري الاستيك اند ريزيست تو ديستنشن، مقاومه لانها تتمدد، هذا معناه انه هاي ريكويل تندنسي، الها ميل الى انها تتمد تنكمش اكثر، وهاي كولابسنج فورس. الالاستيك تنشن انكريزز ديورينج انسبيريشن اند از ريدوسد باي ريكويل ديورينج اكسبيريشن. الاستيك تنشن هو زي ما بنقول لكم انه انت بتمد هاي الالاستيك، فبصير في تنشن، بزيد التنشن. احنا بنعرف انه الرئه تميل الى انها تنكمش، فاعرف انه تميل الى انها تنكمش يعني هذا بيتها مثلا او المكان المفضل عندها، فكل ما تقرب اليه بقل الالاستيك تنشن. يعني انت مثلا في البيت كل ما تكون بدك تفوت على البيت، كل ما تكون ابعد للبيت بدك تكون يعني لك رغبه انك توصل للبيت اكثر، بدك توصل أكثر للبيت عشان ترتاح. ونفس الإشي لما تقرب على البيت خلاص أنت بقل التوتر عندك، بقل كذا، خلاص أنت قربت توصل على البيت. فهو نفس الإشي الإلاستيك تنشن، أنت لما تمط الإلاستيك فايبر تبع الرئة راح يزيد الإلاستيك تنشن أثناء الإنسبيريشن، لأن أنت بتدخل الهواء بتمدد الرئة، ولما أثناء الإكسبيريشن تطلع الهواء من الرئة راح ترجع الرئة لوضعها الطبيعي، وبالتالي بقل الإلاستيك تنشن. بعدين في شيء اسمه البايندينج بتوين لونجز اند ثوركس، أو اللي هو اللونج ثوركس سيستم. بيقول لك اللونج ار كفرد باي فيزيرال بليورا، قلنا شرحناها بالانتروكشن، اند ذا ميدياستينيوم. الميدياستينيوم اللي هي منطقة بين الرئتين تحوي القلب وجزء من الأورطة وإلى آخره. طيب اند تشست وول ار لايند باي بارايتال بليورا. Both bilural surfaces are covered with a thin film of fluid. قلنا بين الفيزيرال والبرايتال في عندنا fluid. The intermolecular force of this film between the two surfaces holds the lungs against the thorax. زي ما قلنا هي اللي بتخلي الثوركس واللنج ما بنفصلوا عن بعض، واللنج معناها بتميل إلى أنها تنكمش، والchest wall يميل إلى أنه expand، ولكن هاي الطاقة هاي الفلويد اللي موجودة تمنع من انه ينفصلوا عن بعض. It is like two glasses زي ما قلنا slide over each other but not easily separated. بعدين the magnitude of intrabilural pressure equals the separate elastic force of the lungs or the chest wall rather than some of their combining forces. يعني الانترابليورال بريشر، مقدار الانترابليورال بريشر هذا يمثل اما ميل الرئة إلى أنها تنكمش أو ميل الشيست وول إلى أنه expand، لكن مش المجموع تبع الاثنين. It reflects either the strength of the collapsing elastic lung tissue or the strength of the expanding chest wall force. Since chest wall elasticity usually remains unchanged in respiratory pathology. BBL reflects the elastic strength of the lungs. Reflects elastic strength of the lungs at all volume. BBL reflects how strongly the lung are tending to collapse. يعني BBL هي عن قوة الإلاستيك. يعني مثلا أنا في حجم tidal volume. Tidal volume اللي هو الحجم العادي بعد normal exhalation.
بعطيك التندنسي تبعته. البي بي ال هاي تمثل التندنسي اوف لانجز تو كولابس الالاستيك ترينث اثناء التايدل فوليوم مثلا، او الالاستيك سترينث اثناء اثناء يعني الاند اوف انسبيريشن، يعني خلص احنا ملينا الرئه وبدنا نطلع الاكسبيريشن. طيب بعدين بقول لك البي بي ال كان بي ميجرد يوزنج ا تيوب انسايد ذا ايزوفيجس. كيف هذا الكلام؟ احنا قلنا ما قلنا الانترا باليورال بريشر بسموها ايضا انترا ثراسيك بريشر، بسموها انترا ثراسيك بريشر. ليش؟ لانه لما احنا قلنا نوسع التشست كافيتي راح يزيد عندنا البليورال بريشر، لما يزيد البليورال بريشر راح ينتقل عبر الاعضاء اللي حوالي البليورا، هذا البليورال ساك. فممكن نقيس من الايزوفيجاس، بنتقل للايزوفيجاس بنفس المقدار سبحان الله. وبنصحون اذا مش فاهمينها كويس انكم ترجعوا لمحاضر الدكتور ناجي. طبعا يكفي انه نعرف انه بينتقل البرشر عبر الاعضاء الداخليه في الثوركس يعني، ومنها الايزوفيجاس بنقدر نحسب البي بي ال من الايزوفيجاس. طيب هذا شرحنا تغيير الحجم مع الالفيولار بريشر والبليورال بريشر. مثلا في الانسبيريشن في الانسبيريشن الحجم راح يزيد شيء طبيعي، الالفيولار بريشر شو راح يصير فيه؟ راح يقل. ليش راح يقل الالفيولار بريشر؟ عشان الالفيولار توسعت فسمحت للهواء انه يدخل فزاد الحجم، والانترا او البليورال بريشر هي زادت كمقدار، ولكن السالب هي بما معنى انه بحاول انفصل عن بعض لكن ما تزبط معهم، والاكسبيريشن بصير العكس. بعدين هون بيوضح لي امراض، هون عندك الانفيزيما والفايبروسيس. الفايبروسيس تعتبر من الريستريكتيف ديزيز، والانفيزيما بيكون في اكسباند عندك. بيقارني بين الفوليوم تبع الرئه والبرشر اللي بحتاجه عشان اسبب حجم، يعني البرشر اللي بحتاجه عشان ينتج عندي حجم معين معطيني اياه في هذه المقارنه بالصوره. الانفيزيما ما في الاستيك فايبر، الاستيك فايبر تكسرت، لان عاده الانفيزيما بيكون بسبب الدخان وكذا، فيه مواد بتكسر الالاستيك فايبرز، بالتالي اي برشر خفيف راح يعطيني فوليوم كبير. لكن الفايبروسيس في عندك انكماش في الرئه، في عندك قله في الكومبلينس، فبالتالي ما راح يكون سهل انك تعمل اكسبانشن للرئه، ديستنشن للرئه، فبحتاج برشر عالي يا دوبك اوصل للطبيعي اصلا حتى. طيب السيرفس تنشن هي attraction of water molecules at air water interface. زي ما قلنا الالفيولاي بيكون في مولكيول من الماء بيعملوا attraction لبعض بالهيدروجين بوند عشان يعملوا contraction للالفيولاي. will result in collapse of alveoli prevented by surfactant which lowers the tension. السيرفاكتنت هو عبارة عن ليبيد وبروتين، هيو هون السيرفاكتنت it is glyco 2% ورايبو ليبيد 90% وبروتين 8%. هذا بدخل بين جزيئات الماء وبمنع او بخفف من ترابطات جزيئات الماء مع بعض، وبالتالي ما بيعمل contraction للالفيولاي. طيب هاي زي هيك بدال مثلا ما جزيء الماء يرتبط مع هذا الجزء، اجي الليبد منع هذا الاشي، منع يصير في تنشن زيادة. طيب surface tension and recoil of the lung molecular interaction resulting from hydrogen bond between water molecules in liquid but not between water and air. When water forms surface with air إلى آخره. طيب ممكن يعني ينقر إلى حاله هذا الإشي عادي.
طيب هون الليكويد في الالفيولوس، يعني الالفيولوس مملوءة بالماء، وهون الالفيولوس عليها ماء على السطح في ماء والباقي هواء. gas filled alveoli with thin liquid layer، هون thin liquid layer وفي gas. هون صار في surface tension، هون ما صار في surface tension. ليش؟ لأنه مملوء بالماء ما في هواء، لازم يكون في عندي هواء وطبقة ماء علشان يصير في عندي surface tension. وهون جزيئات الماء بتلاحظ مثلا إذا هون في جزيئ وهون في جزيئ وهون في جزيئ وهون في جزيئ، تلاحظ إنه الجزيئ هذا راح ينشد من هون ومن هون ومن هون ومن هون، بالتالي راح يظل مستقر فما راح يعمل تنشن. لكن هون في عندك هون هواء غاز، وفي عندك جزيئات ماء راح تعمل كونتراكشن، فهون فعال الكونتراكشن فيه لكن هون مش فعال. فهون في عندك سيرفس تنشن، في زيادة في الريكويل بريشر انه الرئة ترجع لوضعها الطبيعي تنكمش، وقلة في الكومبلينس يعني راح يكون في جهد اكبر لما تيجي تنفخ الرئة. طيب الفنتيليشن شرحنا السيرفاكتنت طبعا بينتج من السبتال سيل الفيولر تايب 2، وقلنا ايش مكوناته. disrupt surface tension and cohesion of water. الكوهيجن اوف ووتر هو عبارة عن خليني الكوهيجن اوف ووتر، تخيل عندك مثلا كأس ماء وتعبيه مي مي مي، جزيئات ماء جزيئات ماء جزيئات ماء، لما تيجي لآخره طبعا كل جزيء ماء زي ما شرحنا من شوي انه بيتشد من عدة جهات، لما تيجي مثلا للجزيء الماء اللي بيجي على السيرفس راح يكون في عنده كونتراكشن من اليمين ومن اليسار ومن تحت، فراح ينشد لتحت وما راح ينكب الماء، فهذا كوهيجن انه زي كانوا بترابطوا مع بعض جزيئات الماء. طبعا اذا صار امباكت للسيرفاكتنت شو راح يصير؟ راح يقل الكومبلينس، راح يصير في ورك اوف بريثنج اعلى والى اخره. طيب الماتوريشن اوف سيرفاكتنت نيدز تي 4 هرمون تي 4 برولاكتين استروجين اند اذر ستيرويدز. prevents the alveoli from sticking together during expiration. هذا مين؟ السيرفاكتنت. لما احنا لما ننفخ الرئة بعدين يطلع الهواء اكزيل للهواء راح ترجع الرئة لوضعها الطبيعي. السيرفاكتنت هذا بمنع انه الالفيولوس تنكمش ويصير لها كولابس بالمرة، فبمنع عنها الرئة تلتصق مع بعض، اذا التصقت مع بعض يعني راح يصير صعب جدا انك انت تنفخ الرئة، يصير زي بالون لما ما يكونش منفوخ بالمرة، اول نفخه بيكون صعب انك تنفخه، بعدين لما ينتفخ يوصل لمرحلة معينة خلاص بصير سهل انت تعطي هواء بشكل اسهل من البداية. هون اللو اوف لابلاس بيقول لك البرشر بيساوي 2 تي على الار، الار اللي هي الراديوس بي برشر والتي اللي هي التنشن. فبيقول لك اذا كان في 2 بابلز هاف ذا سيم سيرفس تنشن بات واحدة سمول وواحده لارج، السمول طبعا راح تحتاج برشر اعلى، راح تحتاج برشر اعلى. وهون عندك برضو انه احنا smaller the radius the more the pressure needed to open the alveoli، يعني مثلا لنفرض انه الالفيولاي قطرها صغير فاحنا بنحتاج برشر اعلى عشان نخليها مفتوحة، ما بدنا اياها تصير كولابس زي البالون اللي صعب ننفخه من اول مرة، يعني مش معقول كل مرة بدنا نتنفس نحتاج جهد عالي عشان ناخذها. The smaller the radius the larger the pressure required to prevent collapse. طيب surface tension low of Laplace تقريبا زي الكلام، يعني ما فيش اي فرق، وبرضه هون نفس الكلام حكيناه. deficiency of surfactant causes collapse of the lungs. طبعا respiratory distress syndrome in premature babies infant restrictive disease. طبعا هي syndrome في premature infants اللي بيولدوا في مرحلة لسه ما كان mature البيبي وما كان في sufficient
بالمونري سيرفاكتنت بروديوسينج، فهون بصيبوا ريستريكتيف ديزيز، انه بصير ليس كومبلينس، صعب انه ينتفخ والى اخره. طبعا ممكن يعطوا ابر تي 4 عشان يحسنوا السيرفاكتنت عنده يعني. طيب سينس لانج انفليشن ريكويرز لارج بليورال بريشر دروبس، deep breaths are difficult for patient with restrictive ventilatory defects. These patients exhibit shallow and rapid breathing patterns. يعني راح ياخذ نفس اكثر عشان يحاول ياخذ اكسجين اكثر يعني. طيب واخيرا عندنا السيرفاكتنت complex mixture of phospholipid protein ions produced by type 2 alveolar epithelial cells. It reduces surface tension forces by forming a monomolecular layer between aqueous fluid lining alveoli and air, preventing air-water interface. الفانكشن قلنا reduces surface tension و prevent alveolar to collapse وانكريز الكومبلينس، بيزيد الكومبلينس وبقلل الورك اوف بريثينج اند اذر فانكشنز از ويل. برضو كومبلكس ميكستشر الى اخره، امبورتنت فور لونج انتجريتي، بريفنتس الفيولار تو كولابس، بريماتشور انفانتس دو نوت برودوس انف سيرفكتنت، نيو بورن ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. وهون بنكون خلصنا المحاضره، ونشكركم على الاستماع، وإن شاء الله يعني أكون قدرت أفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.